بنرحب بحضراتكم. ولسه البيت الكبير مستمر، وفقرتنا الأخيرة متعلقة بالحديث عن أكيد النادي الأهلي وأكيد منتخب مصر والمنتخب الأولمبي هنا في البيت الكبير. النهاردة مشرفنا الكابتن الكبير أحمد نخلة، زي ما قلت لحضراتكم واحد من نجوم النادي الأهلي اللي ليه صولات وجولات مع النادي، ويمكن النهاردة أكتر لا صوت يعلو فوق صوت المباراتين القادمتين مع كينيا وجزر القمر. مشرفنا كابتن أحمد في البيت الكبير. أهلا وسهلا بيكي يا سماح. أهلا وسهلا بيك كابتن هاني. كابتن أحمد منورنا، خليك يا رب. عامل إيه؟ مبسوط الحمد لله رب كويس، سعيد جدا موجود معاكم، ويا رب دايما متألقين يا رب. حبيبي يا ابو حميد، طبعا احنا بنستعد لمباراتين مهمين جدا، مباراه كينيا وجزر القمر، لكن نرجع ورا شويه ونتكلم على مباراه النادي الاهلي اللي كانت باعتقادي عنق زجاجه مهم جدا جدا في المشوار الافريقي. هرجع بيك بذاكره قبل المباراه شويه ونتكلم على المباراه وايجابياتها. شفت المباراه دي ازاي واهميتها واستعداد النادي الاهلي للظروف الصعبه والضغوطات على خاصه على موسيماني في ما قبل المباراه، طبعا كنت شايفها ازاي وشفت المباراه نفسها ازاي يا كابتن احمد؟ والله طبعا كابتن هاني، من البدايه طبعا اول حاجه مبروك طبعا النادي الاهلي، الفوز طبعا فوز كبير جدا ومش مكسب بس، لا ده اداء كويس قوي قوي، اداء يشرف النادي الاهلي ويسعد جمهور النادي الاهلي. البدايه طبعا من الكابتن محمود الخطيب طبعا، من خلال طبعا برنامج البيت الكبير طبعا، انا بشكره طبعا على الدعم المعنوي الغير عادي للفرقه للعيبه وللجهاز الفني، لان هم قبل ما يسافروا السفاره الاخيره بتاعه فيتا كلوب كان في شويه توتر كده، لكن الكابتن محمود اصر ان هو يجمع اللعيبه والجهاز الفني، والحمد لله رب الاجتماع دوت، يعني اقول عليه ان هو رب الاسره وفعلا، والاجتماع دوت كان معاه حتى اعتقد ان لجنه التطوير كانت موجوده معاه، بيتمثل في الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصر كانوا موجودين معاه. فاليوم ده كان مهم جدا جدا، وطبعا حضرتك عارف كابتن الخطيب طبعا ان اللعيبه كلها كانت موجوده والجهاز الفني. الاجتماع ده اثمر، يعني اثمر ان اللعيبه كان في تركيز عالي قوي قبل السفر، كان في تحضير كويس جدا جدا من الجهاز الفني للمباراه بشكل جيد، وده اللي نتج عنه الفوز اللي انا بقول عليه فوز سهل. طبعا فوز سهل، لان المباراه اللي كانت في مصر الكابتنيه ما كانش فيه توفيق، يعني انا معاك كانت مباراه كويسه قوي، دخل فينا هدفين، لكن عدم التوفيق دوت شيء مهم جدا في الكوره، وحضرتك عارف طبعا، يعني ما شاء الله كنت نجم كبير وعارف يعني ايه التوفيق مش معاك. فانا بقول الحمد لله رب، الحمد لله ان النادي الاهلي اتوفق بشكل كبير جدا حتى في التشكيل اللي كان موجود، ان انت كمان يعني في نقول عليها يعني حتى طريقه اللعب واسلوب اللعب، طريقه اللعب 4-4-2 طبعا كانت واضحه جدا جدا، وكان بيزيد قفشه من ناحيه اليمين واجاي بيزيد من ناحيه الشمال، كان عملوا الزياده العدديه بشكل كويس قوي قوي. التبديلات كمان بتاعه المباراه كانت بشكل ايجابي، ولتر بولا لما نزل كان مؤثر، صنع هدف لطاهر، وطاهر برده كان بديل ونزل الأخير. وكان مؤثر وجاب هدف. عايز اقول يعني ان المباراه الفوز في فوز حاجات كتير جدا، فوز الثقه، فوز ان الكلام الكابتن الخطيب قاله للعيبه، وانا يمكن عرفت جزء كبير من الحوار، النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي تاريخ كبير، جمهور النادي الاهلي ما يعني هو يعني المباراه كانت 2-2 في مصر، لكن التوفيق مش موجود، لكن جمهور الاهلي النادي الاهلي ما بي يعني بيرضى بالبطولات، بس بيرضى بالاداء الجيد قبل المكسب. حضرتك عارف كابتن هاني، ممكن فرق كتير بتكسب بس مفيش اداء، مفيش استمتاع، مفيش استحواذ الكوره، وحتى مثلا موسيماني في الحته دي ان هو بيبني من تحت ويحضر في نص الملعب وبينهي بشكل كويس قوي في الجانب الهجومي، فهو ده النادي الاهلي. وانا بقول يعني بصراحه يعني كان يعني اثر كبير جدا جدا الكابتن الخطيب، فرق كبير جدا القعده دي مع اللعيبه والجهاز، ان احنا شفنا الاداء الممتاز دوت على الروح الغير عاديه اللي رجعت الفرقه بشكل كويس قوي. وكان كابتن خطيب بمجمل كلامه برضه يا احمد انه روحه بشخصيه البطل وروحه بشخصيه النادي الاهلي، يعني ده كان مجمل الكلام او ما بين قوسين كده، ان كان فعلا شخصيه النادي الاهلي لو كانت غابت في مباراه سيمبا، انا مش هتكلم على مباراه فيتا كلوب هنا في القاهره، اتكلمنا عليها كتير جدا، لكن شخصيه النادي الاهلي غابت في مباراه سيمبا في تنزانيا، لكن كان هو ده الرساله الواضحه، واعتقد كانت رساله واضحه للجهاز الفني وللعيبه، وكانوا على مستوى رائع من حيث شخصيه النادي الاهلي وشخصيه البطل
اللي ظهرت من خلال اداء جيد على المستوى الفني على مستوى النتيجه، ودي يعني مش هنقول عوده الثقه لكن خلاص حطت النادي الاهلي على الطريق الطبيعي. مظبوط. ان شاء الله اللي هو تصدر المجموعه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. حتى الماتشين اللي كان كابتن هاني هو فعلا باذن الله هيلعبوا على كده، هيلعبوا على صدر المجموعه ان شاء الله. يعني اعتقد 6 نقط باذن الله، باذن الله يقدر النادي الاهلي بكل قوه وبكل سهوله ان هو يتخطاهم ان شاء الله باذن الله. الدعم الفن المعنوي والنفسي اللي انت ذكرته ده من اهم يمكن العوامل اللي لازم تكون مع اي فريق حتى على المستوى المنتخب، واحنا النهارده بنتكلم على مستوى منتخبين، المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي طبعا بقياده الكابتن شوقي غريب. طبعا قول لي كابتن احمد، شفت النهارده قراءتك السريعه قبل ما نتعمق، قراءتك السريعه لاختيارات كابتن حسام البدري وايضا كمان على مستوى الاسماء في المنتخب الاولمبي كابتن احمد نخله، تمام ارى الاسماء مبدئيا ازاي؟ والله انا عايز اقول لحضرتك طبعا كابتن حسام البدري والجهاز المعاون اللي معاه، نعم جهاز كويس جدا جدا على اعلى مستوى بصراحه. الرؤيه الفنيه لاختيار الكابتن حسام البدري من خلال مباراه الدوري العام بشكل جيد، وانا اعرف متاكد 100% ان هم كل المباريات طبعا بيتابعوها وبيقيموا اللعيبه بشكل كويس جدا. نعم. فاعتقد ان اختياراتهم يعني اعتقد يعني صائبه الى حد كبير طبعا، لان جهاز ما شاء الله يعني مع كابتن حسام، مع احمد ايوب، مع سيد معوض، طبعا مدربين ممتازين وعندهم رؤيه فنيه وبيقدروا كابتن هاني يقعدوا مع بعض. وحضرتك اعتقد كابتن طارق مصطفى كمان، كابتن طارق مصطفى طبعا حبيبي طارق، بيبقى فيه تفاهم والتقييم ما بيجيش على مباراه واحده كابتن هاني، لا ده على حوالي الدور الاول بتاع الدوري المصري. واعتقد يعني ان شاء الله باذن الله الاسماء اللي موجوده قادرة إن شاء الله بإذن الله إن هي تمثل مصر وتشرف مصر ويكسبوا المجموعة اللي معانا. أعتقد إن إحنا أقوى بكتير يعني الحمد لله. طبيعي على مستوى الأسماء، لكن دايما أنت عارف يا كابتن إنه في أي قائمة بتطلع من خلال المنتخب على مر العصور، أيام حتى مزبوط. كابتن محمود الجواري كل واحد وليه رؤية وكل واحد بيقول أصل ده اتظلم، أصل كان اللي دخل دوت ويخرج ده. إحنا كل دلوقتي في وقت مش يعني مش هنتكلم في أسماء، إحنا كل الوقت دوت بنعمل سبورت للكابتن حسام البدري ده. بالزبط. بيلعب يعني لازم نساندهم بطولة مهمة. صح. ونخش في المباراة الأولى مباراة كينيا، أنت عارف برضو إحنا تعادلنا هنا مع كينيا هنا في القاهرة بظروف معينة، يعني كابتن حسام كان بيتكلم اللعيبة مش جاهزة بشكل كبير، لكن دلوقتي الظروف مختلفة شوية. مظبوط. بتتكلم على مستوى الدوري في نجوم ظهروا بشكل كويس، بتتكلم على مستوى المحترفين ما شاء الله. النهاردة يمكن صلاح وصل ووصل القاهرة النهاردة، هيعمل مسحة ويشارك بكرة في التدريبات بإذن الله قبل السفر، فكل الأمور أعتقد جاهزة لظهور أعتقد لمصر قوي أمام كينيا في كينيا، رغم المباراة كمان في أجواء مختلفة، لكن رؤيتك الفنيه للمباراه هتبقى عامله ازاي كده؟ طبعا يا كابتن هاني طبعا المباراه صعبه مش سهله زي ما حضرتك قلت. الحمد لله رب الحمد لله ان احنا بفضل الله عندنا مجموعه لعيبه على امكانيات عاليه جدا جدا، معانا نجوم محترفين طبعا بيصنعوا الفارق مع الفرقه. يعني بتكلم على محمد صلاح، بتكلم على تريزيجيه، بتكلم على محمد النني، اتكلم على مصطفى محمد الحمد لله رب برضه بادي بشكل كويس جدا جدا في الدوري التركي كمان. مع جلسة يعني بصراحه بنتكلم على نص الملعب برضه في الحمد لله تقل عندنا في نص الملعب، عندنا السوليه وعندنا طارق حامد وعندنا في ناس كويسه، عندنا الجناحين برضه بشكل كويس. اعتقد في ناس برضه بقى لها فتره بعيده زي عمر جابر من بيراميدز موجود. في مجموعه لعيبه على مستوى عالي يا كابتن هاني، انا بقول لك ان شاء الله باذن الله احنا ماتش كده ده هنكسبه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. لو اتكلمنا عن المباراه، يمكن هم كينيا احنا كنا تعادلنا هنا تقريبا ومباراه جزر القمر كمان عندهم 8 نقاط، كينيا عندها 3 وتوجو نقطه، والماتشين اللي جايين يمكن هيحسموا التاهل بالنسبه للمنتخب. شايف منتخب مصر وفكره يعني تصدره للمجموعه سهله ولا صعبه؟ هي من صعبة. خلال النقاط من خلال النقاط هي صعبه، لكن احنا صعبة. نقدر نسهلها على نفسنا. ازاي نسهلها؟ ان احنا يكون في تركيز عالي جدا جدا، يكون في تحضير كويس قوي قوي للمباراه. لو كسبت الماتشين انت تصدرت مصر وجزر القمر 8. ما هو كابتن هاني هو ده الهدف يا كابتن، منتخب مصر يا كابتن الحمد لله رب يعني على مستوى الوطن العربي وافريقيا احنا لنا اسم يا كابتن هاني ولنا تقل، فامر طبيعي امر طبيعي ان احنا نلمع الفوز، امر طبيعي ان احنا نلعب على الفوز. وبعدين انت عندك كم اللعيبه النجوم دي يا كابتن هاني، لازم تلعب على الفوز يا كابتن،
يعني معلش يعني من كم النجوم اللي انت بتتكلم عليه كابتن احمد، خلينا نتكلم برضو برؤيه مختلفه شويه. بعض الناس بتتكلم كان هل كان ممكن الكابتن حسام البدري يستغنى عن استدعاء المحترفين في الفتره ديت ويكتفي باللعيبه الموجوده، وخاصه ان احنا في موقف لا باس به، احنا اول مجموعه مع جزر القمر 8 نقاط، كينيا 3 وتوجو 1. في رؤيه او بعض الناس تقول لك، عشان كمان كان في بعض الناس بتقول لك لا اصل حجازي مش هيقدر عشان السفر، وصلاح مش هيقدر عشان مش هيسيب ليفربول، كذلك مصطفى محمد كان عنده مشكله. هل كان من يعني الطبيعي كان ممكن كابتن حسام البدري يقول لك لا خلاص انا هعتمد بشكل كبير على اللعيبه اللي عندي دلوقتي بجانب المحترفين واخلي المحترفين لفتره جايه، ولا انت شايف كان ضروري وجود المحترفين في الوقت ده مع الكابتن حسام البدري؟ والله كابتن هاني اخر كلامك اللي هو ده اللي انا باكد عليه، وجود المحترفين مهم جدا جدا. بيعمل تقل لمنتخب مصر يا كابتن، حتى لما يكون عندنا المحترفين دول وباجي بلاعب كينيا وموجود محمد صلاح وموجود تريزيجيه موجود النني موجود مصطفى محمد كابتن، ده تقل لينا، هم عارفين ان اللعيبه دي امكانياتها عاليه قوي. ايوه فبيعملوا لهم الف حساب. احنا كمان لعيبه منتخب مصر لما يكون موجود صلاح في الملعب والنني والمجموعه التقال دول، بتكلم عن المحترفين. اه طبعا لعيبتنا اللي موجوده اللي في الدوري داخلين يعني كويس. لا كويسين طبعا، برافو عليك. لكن دول يا كابتن هاني احنا كمان يعني كنقاد رياضيين وكمدربين وعندنا رؤيه فنيه، لا احنا كمان بنطمن ان احنا معانا منتخب مصر قوي، المحترفين بيزودونا يا كابتن تقل. اكيد تمام. بيعملوا اللود على المنافس يا كابتن، ان طبعا يعني مصطفى محمد ما شاء الله دلوقتي مسمع على مستوى اوروبا طبعا. أوكي. الحمد لله بشكل كويس. وخلاص الراجل بقى نجم شباك هناك وهداف، ومن نص فرصه بيجيب جوال، وده شيء طبعا الحمد لله يسعدنا كلنا. صلاح النني ماشي للفتره الاخيره كابتن هاني، انت متابع، عامل يعني مباريات كويسه جدا، بدا خلاص ياخد مباريات من بدايه، بدا كمان يعني يبقى له تقل النني، ان هو كمان بدا يحرز اهداف، يعمل زياده على العاديه بشكل كويس الحمد لله رب. يعني اعتقد تريزيجيه احمد حجازي ماشي بشكل حجازي يا كابتن كويس جدا طبعا، وتريزيجيه طبعا عنده سرعات وعامل شغل كويس جدا جدا. لا انا عاوز كل لعيبتي كابتن حسام البدري، انا عارف هو ذكي جدا في شغله، ان لا انا عاوز انا ممكن اكسب من غيرهم، لكن لما يكونوا موجودين لا انا اطمن قوي واطمن فرقتي ولاعيبتي ان انا هكسب، وبعمل زي ما حضرتك قلت ان بعمل ضغط على الفرقه الثانيه، عاملين حسابهم من قبل المباراه كابتن بالتحضير. هو طبعا ما شاء الله حضرتك عارف، تقصد ان الاسم او بتكلم عن حتى اسماء المحترفين الدوليين عندنا اسامي بس بتصنع الفارق، حتى لو ما لعبوش يعني طبعاً. حتى لو ما نزلوش الملعب، لا اسم محمد صلاح يصنع الفارق، النني، مصطفى محمد، لا يعني اسماء. انت قصدك ان هي بتلعب عامل بعيدا حتى عن اللعب داخل في الملعب. طبعا محمد صلاح في كاس العالم كابتن هاني كان عنده مشكله في كتفه، محمد صلاح الاصابه بتاعت راموس لو تفتكرها عضلته اول ماتش امام بالظبط كابتن، محمد ما كانش جاهز، لكن عمل ضغط على الفرق كلها، وطبعا منتخبات كبيره، بس عاملين حساب لمحمد صلاح، لا ده خلي بالكوا ده هداف، ده سريع، ده عنده سرعات، ده بينهي بشكل كويس. فطبعا لا محمد صلاح وجوده مهم جدا، مصطفى محمد وجوده مهم جدا، كل المحترفين لا وجوده مهم جدا، بيعملوا ضغط على اي فرقه. طب المكسب لينا كابتن. طب نتكلم بعيدا عن المحترفين اللي بيقدموا بشكل اكتر من رائع، كلهم بصراحه يعني دون دخول في اسماء كلهم بيقدموا بشكل اكتر من رائع. نتكلم على اللعيبه المحترفين داخليا او داخل الدوري المصري، وانت بتقرا القايمه كده شفت اسم لفت نظرك قلت موجود، يعني ممكن يكون فيه شويه كلام عليه او علامه استفهام، او نتكلم مثلا اقول لك اسماء ولا تقول انت؟ لا اقول يا كابتن. اسهلها لك يعني؟ لا بعض الناس بتتكلم مثلا اسلام عيسى، يعني ما عندوش خبرات دوليه، بتتكلم مصطفى فتحي ماشي بشكل كويس، بس حسام حسن كان لازم يكون موجود اعتقد بشكل كبير. مظبوط يا كابتن. دخول كمان عنصر جديد لاول مره احمد ياسر ريان. ايه رايك في الـ3 أو 4 اسماء اللي قلتهم؟ والله يا كابتن هاني يعني هنا يعني شويه معاك وشويه مش معاك، في ايه بقى؟ اقول لك يعني مش رأيي انا على فكره، ما انا عارف يا كابتن، عارف انا برضه يعني ممكن مصطفى فتحي ان هو راح اعاره من نادي الزمالك نادي سموحه، هو مش كويس طبعا. مش كويس جدا بصراحه جد. وطبعا الكابتن حسام ان هو يختاره في التوقيت دوت انا معاك، بس يعني برضه فعلا كان بعيد جدا مصطفى فتحي، صح انا معاك في دي ممكن. سيد زيزو برضه عنده مشاكل كتيره جدا
عنده مشاكل كتير جدا في الزمالك تمام، بس هو لعيب كويس، هو لعيب كويس كابتن ما قلتش حاجه، بس فنيا كويس يعني. الفتره الاخيره بعد شويه، انا بقول لك الفتره الاخيره بعد شويه، هو لعيب كويس طبعا ما فيش كلام عليه، لكن الفتره الاخيره بعد شويه. اسلام عيسى كابتن هو ماشي مع بيراميدز بشكل كويس، هو ماشي، انا بتكلم على تقييمات الكابتن حسام بس طبيعي، يعني ماشي مع فرقته بشكل كويس، فمن الطبيعي ان هو يضم لاعب مؤثر في فرقته. صحيح. زي عمر جابر برضه ماشي كويس، فبالطبيعي ان انا شايف اللعيب مباراه 2 3 4 حوالي 6 7 مباريات ماشي بشكل كويس، المستوى الفني مش متذبذب، لا مستوى واحد مكمل ثابت. فلا انا اضمه يعني. واحمد ياسر يا كابتن برضو يعني ماشي كويس جدا، ولد ما شاء الله صغير في السن و صحيح منتخب اولمبي، وبعدين بدا يجيب جول كتير، بدا يروح للجول، بدا يركز قوي، بدا يحضر بشكل كويس قبل المباراه ان هو عاوز يبقى حاجه، لا عاوز، والطموح بتاعه طبعا احنا عارفين طبعا هو عايز يرجع تاني بيته النادي الاهلي، فدي طبعا فرقت معاه ان هو بدا يعلى فنيا بشكل كويس. صحيح. فطبيعي برضو انه يضم. اتعادلنا اول ماتشين، واحد مع كينيا والتاني مع جزر القمر، شايف ان هنا صعوبه المباراه بتكمن في هذا التعادل السابق ولا لا؟ يعني من حيث اللعب ومن حيث النتيجة احنا بنتكلم برضو يا كابتن، المباريات ديت لازم نحضر لها بشكل كويس يا كابتن، يعني التحضير ما كانش بشكل قوي، المباريات دي لازم تحضر لها بشكل كويس. قصدك المباراتين اللي جايين دول مش متحضر لهم بشكل كويس؟ لا اللي جايين دول بالشكل الكابتن حسام في تركيز كبير جدا، تمام، اللي فاتوا تمام. التحضير ما كانش بشكل قوي، ان انا لازم المباريات ديت يعني احنا بالنسبه لنا مصر يعني على افريقيا كلها، لا احنا لنا يعني شكل كبير، ولنا تقل، ولنا تاريخ، ومنتخب مصر الحمد لله يعني منتخب قوي، بنملك عناصر فنيه من اللعيبه عاليه جدا تفرق مع اي فريق، دي مقويانا اكتر، دي مقويانا ومحترفينا ولعيبه الدوري كمان، دي كويسه قوي. لكن انا بتكلم ان المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله، انا اعتقد يعني ان مفيش غير المكسب يا كابتن ان شاء الله. انا ان شاء الله احنا قادرين، لكن بالزبط. ان شاء الله باذن الله احنا قادرين على المكسب، لكن خلينا نتكلم مثلا على خط الهجوم. انت شايف الكابتن حسام البدري هيتعامل ازاي مع عندنا عدد كبير وكلهم مميزين بكل امانه في مركز مثلا راس الحربه؟ بتتكلم على مصطفى محمد، بتتكلم على حسام حسن، بتتكلم على احمد ياسر ريان، يعني ثلاثه مميزين جدا، تفتكر الروتيشن هيبقى ازاي؟ مين يبدا بمين في اول مباراه مثلا كينيا، ومين يكون موجود في مباراه جزر القمر في القاهره؟ والله كابتن هاني في الثلاثه دولت لازم يكونوا موجودين في الشق الهجومي وانت مغمض عينيك يا كابتن هاني، يعني بتتكلم على صلاح، على تريزيجيه، على مصطفى محمد، ده خلاص، ده يعني انا بقول لك ده الثلاثه دول موجودين بشكل رسمي قدام اي منافس، خلاص ده انت عندك قوه، عندك صلاح وعندك تريزيجيه بالظبط، وعندك اثنين في نص الملعب ممكن النني وطارق حامد، خلاص الموضوع يا كابتن يعني انا بقول يعني بفكر طبعا كابتن حسام يعني هو عارف شغله طبعا اكيد، لكن احنا بنتكلم على ماتشين كابتن احمد، صح، على بتكلم على ماتشين، انت في وجهه نظرك ان الماتشين دول يبدا بيهم كده ويثبتهم، ولا بيبقى في روتيشن يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا مباراه كينيا نعمل نتيجه كويسه مثلا لو بدا بمصطفى محمد اكيد يا كابتن، ندي فرصه لحسام طبعا، او ندي طبعًا فرصه لاحمد، يعني الروتيشن في الخط الامامي انت شايفه ازاي؟ نريح محترف يعني بالظبط يعني بالظبط، ممكن لو ان شاء الله باذن الله سهلت علينا وابدا بقوتي الاول يا كابتن هاني، معلش انا طبعا مع احترام الكينيا وجزر القمر، انا بقول لحضرتك احنا مصر كبيره جدا في افريقيا يا كابتن، فلازم انا ابدا قوي، ابدا بتشكيلي الثابت، ابدا بالقوه بتاعتي، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، أبشة، وممكن النني والسلية، او النني وطارق حامد مثلا، لازم يا كابتن نبدا كده، وبعدين لو ربنا اراد وارتحت من البدايه وجبت جول اتنين خلاص انا مرتاح كابتن، تبدا ما قلتش خط الظهر ليه؟ طب انت قلت الحته اللي قدام بس، ما قلتش خط الظهر ليه؟ قبل خط الظهر بس، ومحمد شريف من وجهه نظرك يبقى امتى؟ توقيت محمد شريف امتى؟ وفي اي مباراه برضو؟ محمد شريف هو ما شاء الله محمد عنده بيعتمد برضو ان هو الحمد لله فنيا كويس جدا محمد، وبينهي على الجون بشكل كويس وعنده السرعه كابتن هاني. امتى يتم الاعتماد عليه من قبل حسام البدري؟ يعني لما زي ما قال الكابتن هاني، لما ان شاء الله باذن الله نبدا الاول بس نكسب المباراه
يكون في سكور اكون مرتاح عندي فايز 2-0 او 3-0، الشوط الثاني عندي مساحه اقدر اديله نص ساعه، اقدر اديله 25 دقيقه، دي برده ينزل يصنع معايا الفارق ويفرق معايا. ممكن ده توقيت كويس ان انا ادي العناصر عندي. حسام حسن لاعب سموح ممكن اديله طبعا لعيب كويس وهداف وبرده حالته كويسه جدا ومفيش تذبذب مستوى، لا مستقر مستواه الفني وبدنيا كويس جدا وولد ذهنه حاضر، فطبعا ليه لا ما اديلوش وانا ضمه ليه يا كابتن هاني عشان هيفيدني. اكيد في نفس الوقت انت بتتكلم ان شاء الله باذن الله، يعني في سؤال بس عندنا فاصل، بس السؤال اللي هيجي لك بعد الفاصل محمد شريف اتكلمنا عليه كمركز راس حربه، لكن هو سجل في مباراه توجو، يمكن كان اول اشتراك ليه في مباراه توجو هناك وكان بيلعب طرف يمين، هل ممكن يبدا على حساب محمد صلاح في المباراه الاولى ويريح محمد صلاح مباراه كينيا ويفضل انه يلعب محمد صلاح هنا في القاهره يكون اريح له، ونعرف اجابه كابتن احمد نخله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير وبرحب بالكابتن احمد نخله. كابتن بنرحب بيك مره تانية، ويمكن قبل الفاصل كنا بنتناقش شويه في موضوع اشتراك محمد شريف تعلقه اللافت للنظر مع النادي الاهلي خاصه في الماتشين اللي فاتوا، راجل سكورر بيلعب في اكتر من مركز. كنت السؤال هل تتوقع ان لظروف محمد صلاح وسفره ولسه جاي النهارده، ويمكن ممكن جدا وارد ان الكابتن مثلا حسام البدري يريح صلاح مباراة كينيا ويبدا محمد شريف، خاصة محمد شريف بدا كوينج يمين في مباراة توجو واحرز هدف، ويلعب مثلا بمحمد شريف وقفشة وتريزيجيه تحت مصطفى محمد، ولا انت شايف القوة الضربة لازم تكون كاملة في اول مباراة امام كينيا؟ هو وجهة نظر الكابتن فعلا القوة الضربة يبدا بيها زي ما قلت لحضرتك، لكن برضو وارد جدا برضو انه يبدا بمحمد شريف، لان برضه الحمد لله هو حتى الفتره الاخيره ماشي كويس جدا، وكمان في مباراه الفيتا الاخيره برضه اداها بشكل كويس قوي، وطبعا وسكولر جاب جول برضه ادى بشكل كويس اداء كويس جدا، فطبعا مش بعيد طبعا على حسب برضه رؤيه برضه الكابتن حسام حاله محمد صلاح، السفر ده هل فعلا تعبان، هل في اجهاد يقدر برضه، ويكون مطمئن جدا ان محمد شريف هيأدي تمام بشكل جيد وهيكون برضه لاعب مؤثر ويكون له دور كبير في ان شاء الله في مكسب منتخب مصر ان شاء الله. قبل ما نكمل باقي المراكز، شايف انه ممكن المدير الفني يعتمد انهي خطه في اللعب 4-2-3-1، ولا ممكن طرق لعب مختلفه تناسب مثلا كينيا بشكل معين او جزر القمر، خاصه واحنا كمان هنا بنتكلم عن مدى صعوبه المجموعه، لان انت متعادل في عدد النقاط مع جزر القمر 8 لكل فريق، فشايف انهي طريقه لعب تناسب مثلا على سبيل المثال مباراه مصر وكينيا مثلا الاول؟ أنا شايف طريقة لعب 4-2-3-1 طريقة لعب كويسة جدا تناسب طبعا أي من الفريقين، الفريقين ولا جزر القمر؟ الفريقين لسبب أنا عندي سرعات، يمكن أنا عندي الجناحين عندي سرعات، نعم عندي صلاح عندي شريف عندي تريزيجيه تمام، فأنا محتاج 10 لاعب 10 ده يكون موجود عندي، يكون عنده رؤية، يكون باصه سليم، يكون برضو المهاره اللي عنده مهاره عاليه جدا، والحمد لله اللاعب ده موجود اللي هو قفشه بيأدي المكان ده بشكل كويس جدا في النادي الاهلي تمام. فانا البلاي ميكر دوت هو اللي بيطلع الجناحين، انا محتاج 2 عندهم سرعات والحمد لله موجودين، ده 2 من افضل لعيبه العالم ما شاء الله، يعني بنتكلم على صلاح وتريزيجيه، فمهم جدا ان اللاعب ده يكون موجود، هو ده اللي هينقل لي اللعب من حاله الدفاع للهجوم، هو محمد مجدي قفشه، خاصه ان قفشه كمان يعني حتى في الجولتين اللي فاتوا الجوله الثالثه والجوله الرابعه خد في افضل تشكيله مثاليه على مستوى الكاف، الجوله اللي فاتت كمان خد يمكن من افضل هدف من ضمن 3 اهداف بالنسبه للقفشه، خد لاعب الجوله ذا بيست بلاير اوف ذا يعني في الراوند دوت في الراوند الرابع، فقفشه بيعيش حاله جيده جدا بالزبط. حاله ذهنيه عاليه، واعتقد ده كمان كابتن حسام البدر فرحان بدوت، لان طبعاً. في فترات كتيره كان عندنا مشكله في بلاي ميكر بالنسبه لمصر كلها، اعتقد قفشه بيحل جزء دوت، ناصر ماهر يرجع كمان بشكل كويس، اوباما كمان بيقوم بدور كويس، بالظبط جزء 10 دوت انت شايف قفش ازاي في الفترات اللي فاتت يعني؟ والله كابتن انا لسه بتكلم حضرتك ان طريقه 4-2-3-1 محتاجه الراجل ده يكون موجود 10 اللي عنده الامكانيات الفنيه
وعنده الرؤية وعنده يكون بصير بشكل جيد واسيست غير عادي، وبعدين في ثانية بيحط لك الكورة في المكان المناسب ان انت تفضل روح جيب جول، وبيعمل الزيادة الاعدادية بشكل كويس جدا جدا يا كابتن هاني، وبينهي بشكل كويس. يعني حتى مباراة فيتا الأخيرة انا حسيت ان هو بعيد عن مكانه شوية، راح ناحية اليمين لكن اداها بشكل كويس. الجول اللي جابه يعني بالظبط بالظبط كمل وجاب جول برضه يتحسب له. صحيح. ان قفشه يعني انا ما بحبوش ان يكون جناح يا كابتن اكتر من هو يكون تحت المهاجم، لان الحته دي مكانه بينزل يستلم من ديفندرين وبيلف وعنده رؤيه وبيطلع الجناح اليمين والجناح الشمال وبيعمل يعني ممكن يعمل 1 2 مع المهاجم يروح هو يجيب جول. صحيح. يعني عملها بشكل كويس قوي. لو تفتكر كمان ماتش الزمالك والجول اللي جابه الغير عادي دوت طبعا زياده عدديه وجاي مكمل. تمام. فدي طبعا لا انا بقول ان هو ما شاء الله يعني الكابتن حسام البدري لازم يستفاد فعلا من حاله قفشه، لازم يستغل سرعات الجناحين صلاح او شريف او تريزيجيه، ان قفشه لازم يشتغل وصلوا لقفشه الكره عشان هو ده مفتاح لعبنا، ان هو يبدا يطلعهم بشكل جيد ويكمل معاهم ويقرب منهم. يعني ما شاء الله يعني لا غنى عن قفشه، طبعا طبعا ولدنا قفشه. كنا بنتكلم عن نقاط القوه فيما يخص المنتخب الوطني، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بس من حيث الأسماء، أسماء المحترفين برا مصر هي أسامي تخض، أسامي المنافس يعمل لها ألف حساب. طبعا. كمان قفشة عندنا من مواطن القوة لدى طبعا. المنتخب، إيه تاني من مواطن القوة اللي في المنتخب الوطني يقدر يعتمد عليها في الجولتين اللي جايين، في المباريتين القادمتين؟ هو بشكل مبسط الاتزان الدفاعي والهجومي لازم يكونوا موجودين. برضه انا كنت بتكلم الكابتن ايمن فاصل على المدافعين اللي عندنا. اتنين نص الملعب لما يكون موجود واحد بقيمه محمد النني، واحد زي طارق حامد والسوليه موجود برضه، الاتنين دول برضه بيعملوا تقل جدا 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 للفريق بشكل عام. الفريق اللي ما عندوش نص ملعب قوي قوي بيقع في مشاكل كتير جدا جدا. والسوليه وطارق شايف ان هم يعني في نص الملعب يعني اقوياء جدا جدا، ممكن بالزبط. يمثلوا ثنائي قوي جدا. طبعا طبعا الاثنين دول برضو المكان ده انا بقول ان فيه نقول عليها حائط صد لاي مشكله هتروح على المدافعين علينا. تمام. وفي حاجة تانية كمان برضو بينقلوا الهجمة من حالة الدفاع للهجوم من خلال المكان ده، من خلال 6 و8. كابتن هادي يعرف الارقام دي بشكل كبير جدا، مين اللي بينزل ياخد 6 هو بينزل يستلم ويلف ويبدا يدي الثمانية، 8 بيبدا يوصل للبلاي ميكر او بيوصل للجناح اليمين اللي جنبه او للجناح الشمال. الاثنين دول تقل لينا، يعني اتكلم على طارق حامد وعلى السوليه او النني طبعا موجود معاهم، انت طبعا. بتتكلم في, في 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 مكان مؤثر جدا. وحمدي فتحي كمان موجود، وحمدي طبعا فتحي موجود برضه يا كابتن. انا بتكلم اللي هيلعب بيهم يا كابتن هاني، وانت يعني عارف عندنا خط وسط ما عندناش مشكله في خط النص بالظبط. يعني. انت كابتن هاني عارف ال11 من دلوقتي، يعني كلنا لو جبت واحد بسيط يعني بيتفرج بس على الكوره مش فني ولا ناقد ولا عنده شهادات هيقول لك لا ده مصطفى محمد هيلعب، هيقول لك لا ده النني هيلعب، ده طارق حامد، ده السوليه هيلعب، ده صلاح هيلعب، ده تريزيجيه هيلعب. خلاص يعني ما شاء الله اوراق مكشوفه يعني. يعني منتخب مصر ما شاء الله، الشناوي ما شاء الله احسن حارس في مصر وفي افريقيا ما شاء الله، برضه تقل لينا كبير جدا. يعني احنا نسينا الشناوي خالص يا كابتن، يعني حضرتك ما اتكلمتش عليه. لا طبعا الشناوي اصلي خلي بالك، الشناوي محتاج حد يتكلم عليه فترات. هي كابتن نخل نقول برضه جاوبني بس، جاوبني محتاج حد يقول عليه. لا طبعا يعني هو طبعا الشناوي ما شاء الله، يعني ما شاء الله ماشي بشكل اكتر من رائع وبيثبت كل يوم يمكن حتى من كاس العالم اللي فات ان هو رقم واحد على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا. ربنا يا رب يوفقه ويفضل على هذا المستوى فترات طويله وسنين طويله. في نقطه عايز اتكلم معاك، السردباكين احمد حجازي، وعندنا في المركز ده احمد حجازي، عندنا الوينش، عندنا ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، تالقه مع النادي الاهلي على مستوى السردباك وعلى مستوى الباك شمال بيأهله انه يلعب في انهي مركز في المنتخب؟ والله اشوف يا كابتن هاني، يعني انا ايمن اشرف ما شاء الله انا بقول عليه يعني جوكر. تمام. وايمن سردباك كويس قوي قوي. تمام. وبعدين كمان هو باك ليفت كويس برضو، ايمن بيعملها بشكل كويس. لكن السرد باك يا كابتن يعني في مواصفات السرد باك لازم يكون بيتميز بثلاث حاجات مهمين جدا، وحضرتك طبعا يعني انت الاستاذ بتاعنا في موضوع السرد باك ده. لازم رقم واحد يبني من تحت، يعني بيبني من تحت، وايمن عنده دي البناء من الخلف. الرقابه الالتحامات مان تو مان الاثنين. ثالث حاجه والاهم الكفرنج واللي هي التغطيه. ايمن بيعملها بشكل جيد جدا جدا يا كابتن هاني، واقوى حاجه فيه ان هو بيعمل الزياده من تحت
بيزيد بالكوره بشكل سلس جدا جدا، بيعمل الزياده وبيعمل باص ده بيطلع عند الديفندر الكابتن هاني، بيعمل بيقوم بدور الديفندر لما بيزيد بيعمل باص. ما شاء الله دي حاجه عند ايمن كويس قوي. يعني انت تقول لي ممكن باك ليفت، اقول لك اه باك ليفت ممكن يعملها، وعنده سرعات وعرضياته كويسه جدا جدا، لكن في المكان ده بصراحه هو بيعملها كويس قوي. يعني من اللعيبه يعني قبل كده، يعني كان في مدرب برضو كان مكلمنا في حاجه ان السرد باك ده اللي بيلعب باص سليم ده تمسك فيه عشان هيسهل لك الدنيا كلها. كابتن معوضك طبعا كنت عارف، يعني اكيد طبعا ايمن عنده دي، ايمن عنده باص سليم جدا وبيزيد بشكل كويس، والالتحامات قوي، والكفرنج بيعمل تغطيه بشكل كويس. فانا بصراحه نفسي ان هو يلعب سرد باك للامانه، يعني يلعب مع الونش، يلعب مع حجازي، تمام، يلعب مع ياسر، مع ياسر ابراهيم ايا كان هيكون موجود، لكن انا بقول يكون موجود سرد باك، لا يكون موجود سرد باك مش باك ليفت. ممكن احمد ابو الفتوح يقوم بالدور دوت، ولا الفتوح بيلعب باك شمال كويس جدا، وخاصه عنده سرعات سرد باك اشول، هو ما فيش غير ايمن اشرف اشول. اه بالظبط، وولد عنده سرعات وان شاء الله باذن الله هيجي وماشي كويس جدا مع، يعني بصراحه يعني اشوف برضو ان هو ياخد، ليه ما ياخدش. طب من المنتخب الاول للمنتخب الاولمبي واختيارات برضو كابتن شوقي، ويعني وهجوم كبير كالعاده على الاسماء على الاختيارات. بتشوف الاختيارات وهي قدام حضرتك اهيت مبدئيا برضو، فحته اختياره للاسماء قيمتها ازاي؟ والله برضو الاختيار في خمسة من الاهلي ماشي انا بس العدد كبير جدا. عدد كبير جدا 32 كتير قوي يعني معسكر مفتوح، يعني برضو كابتن معسكر مفتوح ممكن، بس برضو يعني انا اخر معسكر يعني 24 يا كابتن، هو ده اخر حاجه، او 22 كمان. انت عايز يا خلاص، انت شفت كويس، انت الفتره الكبيره دي كلها ايه اسباب زياده الاعداد دي من وجهه نظر؟ لا هو فعلا يعني كابتن هاني بيقول يعني ايه معسكر مفتوح، اقدر اشوف اخطر وادي فرصه، يمكن حد يعلى ممكن صحيح. صح، لكن انا بقول انت شفت يعني انا عاجبني، يعني انا عاجبني عنده التقييم من البدايه من قبل ما يضم للمعسكر. ما شاء الله انت شفت كابتن شوقي طبعا مدرب كبير، طبعا مدرب محترم، والحمد لله برضه عمل تاريخ لنفسه وتاريخ مع المنتخب الاولمبي انه وصل لهم طوكيو، يعني دي حاجه جميله جدا، ومعاه مجموعه كويسه قوي. فطبعا انا بقول كابتن شوقي حافظ على المجموعه اللي معاك يا كابتن، تمام، انت معاك مجموعه نجحت بيها والحمد لله رب، الحمد لله عملت حاجه جميله جدا لمصر كلها، يعني ان شاء الله باذن الله. حتى يمكن حتى في ناس، في ولد اسمه عبد يحيى، طبعا ده لاعب غزل المحله كويس جدا، اضافه انا اقول لك اه صح لاعب كويس، عنده مهاره، عنده سرعه، ولد ممتاز فعلا. في برضه فادي فريد بتاع البنك الاهلي كابتن هاني برضه لعيب كويس جدا وجاي في ناس يعني برضه يعني بصراحه كويسين جدا. طبعا ولادنا طبعا ما شاء الله، الله لا غبار عليهم طبعا، لعيبتنا طبعا اكرم وصلاح مصطفى شوبير احمد بيكم صلاح محسن وطاهر محمد طه. يعني شوف يعني انا بس بتكلم على العدد، لكن الاختيارات طبعا لعيبه منتقاه، جهاز فني طبعا على اعلى مستوى مع كابتن شوقي طبعا، والاستاف اللي معاه بيأدوا بشكل كويس، اتمنى طبعا كل التوفيق، لكن مجموعه كويسه. الناس بتتكلم على الثلاثه الكبار دايما، الفتره الانتقاليه ما بين صعود المنتخب للاولمبياد ووصوله للاولمبياد دايما بيكون في جدل شويه، مين الثلاث لاعبين اللي فوق السن بمعنى اصح، او المحترفين اللي ممكن يتضافوا لقائمه المنتخب الاولمبي. كابتن شوقي غريب لغايه دلوقتي صرح ان محمد صلاح على بشكل رسمي هو بدأ يتواصل مع إدارة ليفربول لوجود محمد صلاح في الأولمبياد، ولسه مستني الرد، وهو كان بيقول الأمر مش في إيديه، هو عايز طبعا محمد صلاح يكون متواجد، لكن يتوقف الأمر على إدارة ليفربول وكمان على اللاعب. ده نمرة واحد. في اتنين كمان لعيبة، شايف مين ممكن يكون موجود مع المنتخب الأولمبي في طوكيو إن شاء الله يساعدهم في عملية الخبرات أو يكون متواجد؟ أنت شايف مين ممكن يكون اتنين غير محمد صلاح متواجدين مع المنتخب الأولمبي في طوكيو إن شاء الله؟ من منتخب مصر الأول، من لعيبة فوق السن، يعني اللعيبة الكبار محترفين طبعا غير محترفين. الشناوي طبعا كابتن، الشناوي طبعا حارس المرمى طبعا كابتن. طيب. أمل ليك يا كابتن الشناوي طبعا، وأنت مغمض عينيك الشناوي، وطبعا يعني ما اعتقد برضو انه مش هتبعد برضو عن واحد من الاثنين، عن تريزيجيه او النني، برضو انت مطلوب واحد برضو من الاثنين دول، برضو مصطفى محمد طبعا معاهم داخل، مصطفى كده موجود، يعني موجود. لا مصطفى موجود صح يا كابتن. يبقى برضو ايه، واحد تريزيجيه او النني، برضو واحد من الاثنين، ده حسب برضو رؤيه الكابتن شوقي برضو ايه المكان اللي هو محتاجه. اعتقد برضه يعني محترفين يا كابتن يفرقوا مع الفرقه طبعا. صحيح. وبعدين صلاح، انت لازم تقاتل على صلاح يا كابتن شوقي طبعا. طبعا امر طبيعي،
وطبعا وكمل اللي انت عاوز صلاح كمل ونشد الاتحاد ونشد وزير الشباب والرياضه الناس اتدخلت امر طبيعي يا كابتن. هو بس موضوع قوه لينا كابتن هاني قوه لينا. ما هو خلي بالك يعني دايما نعرف ان على مستوى المنتخب الاول ما فيش نادي يقدر يمنع لعيب، لكن على مستوى المنتخب الاولمبي والاولمبياد خاصه النادي لان مش تبع الاجنده الدوليه مش تبع الفيفا وبالتالي ممكن النادي مظبوط هو يعني ممكن النادي يقول لمحمد صلاح لا مش هتتواجد في الفتره ديت، لكن اعتقادي علاقه محمد صلاح بالاداره علاقه طيبه جدا خاصه يورجن كلوب مظبوط. اكيد لو صلاح طلب كده او في نيه ان يكون موجود اضافه كبيره جدا لمنتخبنا يعني طبعا أكيد. كابتن اكيد طبعا كنا بنتكلم عن الزياده العدديه وكنت يعني شويه عندك انتقاد لمساله 32 لاعب بدلا من 24 ده بينطبق برضو على حراسه المرمى، احنا في حراسه المرمى طبعا المختارين خمسه في حراسه المرمى برضو شايف ان ده يعني ده عيد او ده يعني شفته ازاي انتقدته ولا لا ولا موافق في المركز ده مركز حراسه المرمى لا يكون في اكتر من ثلاثة؟ ما هو كده خمسه زي ما قال كابتن هاني خلاص انت معسكر مفتوح خلاص يعني لكن اللي هو انا عايز اسمع زي ما انت شايف اللي شايف لا انا اتكلم اركز انا الحمد لله اركز على الثلاثه حتى مدرب الراس لما اشتغل مع خمسه ولا اشتغل مع ثلاثه كابتن هاني هشتغل ازاي فاهم قصدي ايه؟ لا انا عاوز اركز انا عاوز خلاص يعني ايه اجهز بشكل كويس تمام انت قيمت خلاص الولاد والمدرب حراس المرمى الموجود عمل تقرير فني ورؤيته الفنيه مين الافضل في العناصر وعلى فكره كلهم كويسين جدا الامانه كلهم كويسين جدا في الاولمبي المختارين بس انا بقول العدد الكبير دوت انا خلاص انا الحمد لله الولاد اللي موجودين اساسيين موجودين ضفت عليهم في عناصر فرديه انا بقول انهم فرضوا نفسهم طبعا على الساحه كلها والنقاد والاعلاميين خلاص انت في ناس ماشيه بشكل كويس جدا يعني بس يعني مش معاهم عمر رضوان صبحي محمود جاد عمر صلاح ومصطفى شوبير يعني حتى ابراهيم عادل ده لعيب كويس جدا كابتن يعني طبعا كلهم لعيبه مميزه خلي بالك يعني مفيش يعني اسامه فيصل برضو مهاجم برضو ما شاء الله اسامه فيصل سيرد باك كويس اسامه فيصل الزمالك راس حربه هاي بنتكلم على اسامه جلال لعيب كويس جدا لعيب كويس طبعا انا بقول يعني اختيارات تمام بس انا بقول قنن على قد ما تقدر يا كابتن شوقي علشان التركيز كان نفسه يلعب ماتشين يعني كابتن شوقي انا عارف ويمكن كان طبعا ظروف الكورونا منعته بالقصه ديت لكن في نفس الوقت المعسكر المفتوح بيديله فرصه برضو يبص انا كان نفسي يكون مثلا عمر مرموش موجود عمر مرموش ده لعيب كويس قوي ده لعيب مصري بيلعب في فولسبورج كان بيلعب في فولسبورج وراح سان باولي حضرتك متابع الدرجه الثانيه لعيب لعب في البوندس ليجا اكتر من ماتش لعيب لعب على مستوى بطوله اوروبا وشارك دلوقتي بيعمل شكل اكتر من رائع احرز خمس اهداف في البوندس ليجا 2 مع سان باولي لعيب كويس كان في اعتقادي كان ممكن جدا كابتن شوقي عنده علم بالامور دي يا كابتن هاني اكيد اعتقد لازم في متابعه لازم على الاقل الاتحاد الولد يعني يكون في يعني كونتاكت مع الاتحاد الكوره ان في اللاعب ده موجود ويتشاف بشكل كويس ونشوف مبارياته اكيد ممكن يكون مركز راس الحربه هو اللي بالنسبه له مش عايز ابص على حد تاني وارد يعني عنده احمد ياسر ريان عنده مصطفى محمد يعني عنده فيصل ممكن برضه لعيب كويس ممكن تكون البوزيشن بالنسبه له يقول لك انا مكتفي باللي عندي لكن هو يعني برضه لعيب كويس يعني لازم يتبص له بشكل افضل يعني ده وجهه نظري يعني اكيد يا كابتن طبعا وجهه نظر تحترم يا كابتن هاني وانت طبعا خبره طبعا في الدوري الالماني ومتابع فاكيد طبعا رؤيتك الفنيه انا معاك طبعا مش دايما الناس بتسال لما ما يكونش في اسماء بتشارك دايما الناس تسال عن الاسماء اللي مش بتلعب يعني حتى 11 لاعب عندنا في الملعب بيلعبوا بس دايما الناس عينيها تروح على اللي ما بيلعبش عايز اخدك من ده للاهلي النهارده موسيماني وانت يمكن علقت على مباراه فيتا كلوب والاهلي الاخيره ودايما الناس كده عندها دايما تحب تسال عن الناس اللي بتشارك يعني بواليا مثلا لو نزل يقول لك ما نزلتش مروان ليه لو مروان نزل يقول لك طب ما نزلتش شريف ليه يعني دايما الفكر ده موجود ودايما الناس بتتكلم في ده حته الاسماء اللي غايبه بمناسبه مرموش يعني والله انا بتكلم برضو ان على النادي الاهلي طبعا هتكلم عن النادي الاهلي انا عايز اخص هنا النادي الاهلي الناس اللي بتبقى قاعده بره بصراحه لما بينزلوا
بيفرقوا مع الفرقه، بيبقوا اضافه. واخر حاجه كنا بنتكلم فيها مع حضرتك الكابتن هاني ان ماتش فيتا كلوب لما نزل بواليا كان مؤثر، لما نزل طاهر كان مؤثر حقيقي. تمام، في الناس نزلت حسينا بوجودهم، حسينا بوجودهم. ده عمل تمريره وده لسانه بالظبط، وطاهر جاب جول وكمان كان عاوز يكمل ولا انا بتكلم برضو مروان محسن لما بدا برضو، مروان برضو مفيش ضغط عليك يا مروان، حاول تركز ان انت مفيش ضغط عليك، انت مهاجم، انت مهاجم كويس، انت عندك امكانيات فنيه عاليه جدا. اول حاجه مفيش جمهور، انت ضاغط نفسك ماشي ليه؟ ماشي ماشي كويس، ماشي كابتن، ماشي كويس قوي كمان الفتره كويس. الاخيره انا عايز كابتن هاني في حاجه برضو عشان ما نختلفش عليها، مروان هو شغلته مهاجم صندوق يا كابتن هاني، تمام، يعني شغله يجيب جول، تمام، جات فترة كان كويس قوي، بدا يجيب جون براسه وبدا يطلع، بدا يحط برجله اليمين والشمال، بدا يبقى كويس قوي. ايوه صح كابتن احمد، في ادوار مختلفة كمان لمروان، هو لعيب بوكس كويس بيلعب بدماغه كويس لكن كمان في ادوار، يعني الدور اللي عمله مع محمد شريف كويس أول جدا يا كابتن هاني، كويس جدا ان هو بينزل شوية وبيحضر وبيطلع الجناحين، انا معاك ممتاز، وحتى قفشة كان بيستفاد بدايته ان هو بيعمل الزيادة وبينزل بيبقى محطة كابتن هاني، انا معاك محطة جميلة جدا جدا، بس المهاجم يا كابتن رقم واحد، رقم واحد اجيب جول من نص فرصه تجيب جول. صحيح. جات له كوره، طب جات له في كوره كابتن هاني في المباراه، انا ما منطقتش يا مروان، انا بقول انا لازم اطور من نفسي مفيش ضغوط عليا، جات له كوره اللي حطها بالراحه في ايد الجول دي جول يا كابتن هاني، صح ولا انا غلطان؟ فاكرها؟ بس جول يعني جول. طبعا في فرص جت كتير، انا بقول دي انا دي اتفضل استثمرها يا كابتن هاني ان انا انهيها بشكل كويس، بس ده اللي انا بقول عليه. انت ما الحمد لله رب، يمكن يعني السوشيال ميديا دلوقتي هو الضغط، هو ده الضغط اللي علينا. كنت لسه هقول لك يعني ده. بعيدا عن حضور الجمهور، انت بتقول بالزبط. ان فكره غياب الجمهور عن المدرجات ده بالله مش بيشكل اي نوع من انواع الضغط على اللعيبه، بس عندك الاصعب السوشيال ميديا كويس وكلام السوشيال ميديا. الكابتن هاني موجود ولاعب اهلي ولاعب منتخب مصر واوروبا كلها الحمد لله، لو كنت تاني تغيبي الجمهور يا كابتن هاني وانت بتلعب ايه اللي انت بتبقى حاسس عامل ازاي؟ يعني انت جربت الحمد لله وانا جربت الجماهير الضغوط اللي عليك من الجمهور بيبقى عامل ازاي يا كابتن؟ انا اقول لك يا كابتن، انا اقول لك انت بتاخد الانتقاد ده يا كابتن هاني. انا اللي خدت الضغوط اولا لازم نحول الضغوط ديت لايجابيات، تمام، وانت لاعب كوره وانت لاعب كبير وبتلعب في نادي كبير لازم لازم تشتغل تحت ضغوط، الضغوط ديت مش عذر ان انا بلعب تحت ضغط والجماهير مش موجوده واصل السوشيال ميديا كل ديت بره اللعبه، انت لعيب محترف وبتاخد فلوس كتير جدا وبتلعب مع نادي كبير جدا، موضوع الضغوط ديت انا بتكلم على جزئيه بالنسبه لمروان عشان نقفل موضوع مروان. الضغوط السوشيال ميديا بالنسبه لمروان كانت خارجه عن الاطار الرياضي، يعني ما مسش واحد في انتقده في الكوره وكل ده، لكن ما عملش كوميك والحاجات ديت، ما انا ده اللي بتكلم عليه، لكن إيه؟ لكن الضغوط انت لاعب النادي الاهلي لازم تلعب تحت ضغوط، انت جاي عشان تلعب تحت ضغوط بالظبط، عمر ما الضغوط وقفت في طريق لاعب كبير اللي ما يقدرش على الضغوط يروح يلعب في نادي معلش بدون ضغوط ويلعب فيه مستريح، يعني محتاجه ثقه الحمد لله طبعا. دي محتاجه ثقه وانت يا مروان اهل للثقه دي ان انت فعلا موجود وبتلعب الحمد لله رب العالمين، واخر مباراه اديتها بشكل كويس تمام، اخر ماتشين بصراحه عملهم بشكل كويس رائع حلو كابتن هاني، انا معاك في دي، بس انا بقول انا احمد نخله بقول يا مروان انت شغلتك لازم تجيب جول، لازم تجيب جول، ما بحطكش تحت ضغط، بالعكس انا بقول لك انت لازم انت عندك ثقه يستغل ده يستغل اللي عمله ان شاء الله في ماتش المريخ هكلمك عنه، لان هو فعلا ان شاء الله باذن الله يلف ويروح يجيب جول يا كابتن هاني، ده انا وجهه نظري، لكن محطه محطه كويسه جدا وبيستلم ويسلم وبيطلع الجناحين جميل جدا كل الكلام ده، احنا بنتكلم على الصندوق جوه ال 18 يا كابتن هاني، انهي جول الفرصه اللي تجي لك استثمرها يا مروان ويجيب جول باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. عايز اكلمك على مباراه المريخ بره السياق خالص، بره اللعبه خالص، خرج عنده يعني ما عنده نقطه واحده تقريبا فبره اللعبه. النادي الاهلي عنده مباراه مع المريخ ان شاء الله يوم 3 ابريل ان شاء الله، النادي الاهلي هيرجع بكره بعد فتره راحه او يوم الثلاث ان شاء الله للتدريبات، تمام، عايز رؤيتك وتحضيرك انت او فكرتك لمباراه المريخ المفروض ايه اللي يتعمل قبل مباراه المريخ، خاصه على مستوى الورق كل الناس بتقول كده كده الاهلي هيكسب، لكن دايما ودائما مباراه اي فرق بالظبط مباراه رخمه كمل بقى بالظبط مباراه رخمه مباراه صعبه تمام، معلم ملعبهم تمام، النادي الاهلي جاي لهم تمام،
هم برضو عايزين يعملوا اي شيء. برضو احنا بنلعب قدام نادي بطل، بنلعب قدام نادي قوي، بنلعب مع النادي الاهلي اللي واخد ثالث العالم، اللي عامل يعني نتائج كويسه جدا جدا الفتره الاخيره. تمام، بتتكلم على ترتيبنا على مستوى العالم، يعني الناس كلها بتتكلم علينا. المباراه صعبه، احنا هنسهلها على نفسنا، لازم نحترم الفرقه دي. لازم نحضر نفسنا كويس، تمام، واعتقد الجهاز الفني طبعا والكابتن الخطيب هيتكلموا في الحاجات دي مع اللعيبه، ان احنا رايحين نكسب. تمام، بتجهز المباراه، ان انت هو الراجل برضو بيشتغل كويس جدا الكابتن هاني، ان بيجيب الفرقه الفيديو سيديهات وبيشوفهم وبيقطع حاجات، ده شغله كويس جدا جدا طبعا، يحترم عليه. لازم يركز مع الفرقه، يذاكرهم كويس قوي قوي، تمام، السلبياتهم ايه، واعتقد برضو ان اكيد عندهم اجابات يا كابتن يشتغل عليها. نحرص برضو في حته شق الدفاع، ان نلتزم دفاعيا، ان انت لازم رايح المباراه مش سهله خالص. حتى جمهور النادي الاهلي لعبت في السودان قبل كده؟ ايوه يا كابتن، قول لي بقى اجواء السودان عامله ازاي. الاجواء يا كابتن مش ممكن طبعا، يعني ما فيش جماهير بس الاجواء النهارده ما فيش عندك بالزبط. بقى عامل الجمهور ما فيش الجمهور كمان، ودرجه الحراره طبعا صعبه جدا. هنلعب الساعه 3 برضو، والساعه 3 برضو دي برضو يعني برضو هتبقى مش يعني. حتى كنت كلمت حضرتك على المدرب بتاع فيتا دوت برضو، اللي اتكلم برضو احنا بنلعب، لعبنا الساعه 9 بالليل في الظروف يعني مش معقوله يعني. يعني احنا 9 بالليل دي، ده اوروبا كلها بتلعب كده. طيب، كل اوروبا بتلعب في التوقيت ده، احنا ما عملناش حاجه وحشه على فكره، بالعكس. ما جت على دماغه في الاخر بالظبط، قال لك لا نلعب الساعه 3. سبحان الله، اليوم ده كابتن حصل فيه مطره. لا صحيح. كل واحد بيستخدم اسلحته، كل واحد بيستخدم ادواته، العوامل اللي تنجحه بالزبط. بس شايف انه مباراه فيتا كلوب الاخيره ديت ونجاح الاهلي وتحقيقه للثلاث نقاط اكيد هيفرق في طبعاً. 3 ابريل يعني طبعاً. يوم 3 ابريل هيفرق باذن الله. عشان كده بقول لكابتن هاني، مباراه المريخ دي هي رخمه بس احنا نقدر نسهل على نفسنا. ان احنا نحضر بشكل كويس، نشتغل كويس طبعا. موضوع الضغط العالي ده من اول دقيقه ضاغطين عليهم، عشان لازم تعرفهم ان انا جاي اكسب، وده امر طبيعي طبعا. النادي الاهلي يعني بيلعب بره زي جوه. الحمد لله عندنا كل العناصر الفنيه موجوده، من لعيبه جوه وبره بتقدر انها تعمل الاضافه، ونقدر نكسب في اي وقت. الحمد لله رب، حاله اللعيبه حالتها كويسه. واتمنى يا رب، اتمنى ان شاء الله ان الاجازه اللي خدوها دي يستثمروها برده، ان هم يبعدوا عن الستريس وعن الضغوط، يكونوا سعداء مع اهاليهم. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عوده وليد سليمان، والنهارده حتى يمكن كنا بنعرض لقطات ليه وعودته مره اخرى، وبيتدرب تدريبات يعني خلاص بتدل على انه يعني قريب جدا جدا هيكون مع زمايله بيشارك مع النادي الاهلي. في المباريات ومع موسيماني، ازاي وليد مؤثر؟ كنا بنتكلم حتى على فكره تاثيره بره الملعب كمان غير جوه الملعب. طبعا وليد سليمان لعيب كبير طبعا، ما فيش شك طبعا من الموضوع دوت. هو كانت البدايه طبعا مستر موسيماني كان برضو ما كانش مرحب ان وليد يكون موجود في البدايه على فكره، لكن مع مرور الوقت وليد بدا ينزل، يعني بدا كل ما يجي ينزل في مباراه والثانيه بدا يكون مؤثر، بدا يعمل اسيست، بدا يصنع، بدا يجيب جوال، ظهر بشكل كويس قوي. واصلا وليد كويس يعني، لكن انطباع الراجل عن وليد ان ايه، لا ده السن ومش السن وكده. لا بس خلي بالك، كل الكلام ده ما اعتقدش كان حقيقه يعني. كان بعض السوشيال ميديا قالت ممكن ان اصل الراجل معترض على وليد، بالعكس كانت علاقه وليد وموسيماني من البدايه علاقه رائعه، وكان التفاهم واضح ما بينه، حتى على مستوى الاشتراكات. وليد ينزل ربع ساعه، تفتكر الجون اللي اعتقد نزل مباراه وجاب جون حلو قوي، موسيماني كمان كان رد فعله قد ايه هو سعيد بوليد. مظبوط، رجوع وليد سليمان اولا على المستوى الفني اكيد هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا طبعا يا كابتن. بيديني سؤال تاني دلوقتي، النادي الاهلي عنده 8 على مستوى المنتخب الاول. المنتخب الاول عنده ماتشين في وقت ضيق جدا، في بتتكلم في اسبوع. هل تفتكر ان موسيماني هيحضر بعض الناس اللي تبدا مباراه المريخ بره اللعيبه الدوليه شويه نتيجه الاجهاد؟ انت عارف اللعيبه الدوليه لعبت مباراه وبعدين يعني هتسافر ان شاء الله بعد بكره، هتروح تلعب في كينيا، ترجع يومين وبعدين تلعب يوم 30 او يوم 29 مباراه مع جزر القمر، واحنا عندنا كمان مباراه يوم 3. الفارق الزمني ده ممكن يخلي موسيماني يحضر من دلوقتي بعض اللعيبه في البوزيشن بتاع اللعيبه الدوليه خوفا من الاجهاد او خوفا من الاصابه، ولا انت مع وجهه النظر لا هيشارك بكل اللعيبه الدوليه يعني؟ كابتن، هو كلامك كله يا كابتن هاني منطقي يعني، انا مع الجزء ده ومع الجزء ده، بس برضو
زي ما حضرتك قلت في الاول، انا قلت لك ان الفرقه المباراه المريخ اللي هناك مباراه رخمه جدا. برضه لازم برضه حاله الاستشفاء برضه بعد اللعيبه كلها دلوقتي خلاص كابتن، احنا الحمد لله رب العالمين حاله الاستشفاء دلوقتي بقت بطريقه ممكن 24 ساعه متطوره جدا بالظبط كده، الدنيا بتتغير كابتن هاني تمام. بنقدر نرجع تاني بسرعه. ان انا احضر امر طبيعي، لازم يحضر وده امر طبيعي كابتن هاني شغله. انا هحاول عاوز احضر وعاوز اجهز البديل كمان. انا لازم في كل مكان لازم على الاقل في كل مركز يكون عندي اثنين. طب احنا عندنا مشكله دلوقتي في الباك ليفت صح ولا لا؟ عندنا علي معلول عنده مشكله، عندنا محمود وحيد متعور، محمود وحيد متعور، عندنا برضو ايمن اشرف. لا انا عايز ايمن جوه هنا، انا عايزه هنا في الحته دي. دلوقتي ايمن بيلعب في الحته دي، حتى ايمن جاله شد قبل كده صح ولا لا كابتن؟ خرجوا بنزل لبيكم لعبه بالظبط، بيكم مش حتته يا كابتن هاني تمام. انا لازم اجهز، لازم اشتغل على دي. طيب انا عندي برضو عندي الباك رايت، عندي محمد هاني بس. طيب انا برضو ممكن بيكم بيعمل دي، ماشي جاهز بيكم اشتغل عليه ممكن صح، لكن الباك ليفت عندي مشكله فيها. لكن الحمد لله بشكل عام الفريق بشكل كويس. يا رب الاصابات ان شاء الله باذن الله يرجعوا على خير، علي يرجع، علي معلول يرجع على خير، محمود يكون برضو يقدر اعتقد قدامه حوالي اسبوع او 10 ايام. ناصر ماهر ان شاء الله موجود، ناصر ماهر باذن الله خلاص بقى دخل عودته. وليد سليمان زي ما قالت سهام، يعني بصراحه لا وليد قوه لينا. طيب. وليد ما شاء الله نموذج اللاعب المثالي كمان، وليد كنترول وبينزل يعمل اضافه بشكل كويس جدا وبيجيب جوال كمان. وليد الراجل بيحبه جدا دلوقتي يا كابتن هاني، انا بقول لك ما بقاطعش لا، لكن هو بيحبه دلوقتي. طيب. الراجل بينزل يجيب جوال وما شاء الله متزن جدا وملتزم جدا وليد ولا يعني اعتقد وليد برضو من اللعيبه المؤثرين في النادي الاهلي بصراحه. يعني دايما لما بنتكلم على موسيماني بنقول انه بيجيد قراءه المنافس من يعني لاحظت وانت بتتكلم كده كمان، لا ليه قراءه مختلفه للاعبته، للاعبه الفريق، يعني عنده قراءه خاصه حتى في تعامله النفسي مع فرد على مستوى الافراد مش على مستوى الجماعي. تمام. هو ده شيء طبيعي جدا عشان تبقى عارفه برضه سهام في مدربين. المدرب برضه الكابتن هاني اشتغل في التدريب ان هو لازم علاقتك بتبقى باللاعب لازم تكون كويسه قوي، مميزه طبعًا. جدا لازم انت يعني لازم انت تبقى سبورت للاعب وتديله الثقه. يعني ممكن لاعب انت مثلا طالب منه شيء معين وشاط كره في السماء مش مشكله، عادي انت شط دي في السماء المره الجايه هتلاقيها راح في المص جول، طالما انا مدي له الباور ومديك الثقه انزل ادي. اللاعب ده خلاص مطمن صح. يعني دلوقتي قفشه ما شاء الله في افضل حالاته ليه يا كابتن هاني لا مثلا، يعني هو على الجانب المعنوي والنفسي متزن جدا، على الجانب الفني بيطور نفسه بشكل كبير جدا بالظبط، وعنده ثقه في نفسه نابعه من ثقه زمايله وثقه المدرب فيه وثقه الجماهير كمان. أكيد. هو لعيب كويس صح، وهو بيتعب على نفسه، انا معاك. المدرب يا كابتن هاني مديله صلاحيات كبيره جدا ومديله ثقه كبيره جدا، ادي زيد اصنع اهداف عايز شوط سدد مؤمن بيه بالظبط كده. حتى لو انت غلطت انا مش قلقان منك كمل صحيح. فدي مهمه جدا جدا العلاقه بين المدرب وبين اللاعب، واعتقد يعني هي دي ما شاء الله اللي منجحه فرقه النادي الاهلي بشكل كبير الحمد لله. احنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا النهارده في البيت الكبير. ربنا يخليك كابتن هاني، نورنا يا ابو حميد، يا رب يخليك. تسلم يا كابتن هاني، شكرا ليك. دي كانت شكرا ليك يا كابتن احمد، دي كانت حلقتنا في البيت الكبير النهارده. بكره ان شاء الله نتلاقى الساعه 11 مش 10 في البيت الكبير. صباح الخير.